فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون سلطة تقليم البتراء، الحقيقة المشكلة ظهرت منذ عام 2006 في عندما صدر قانون تأجير الأموال الغير منقولة، وعندما استثني من قانون تأجير أموال غير منقولة وبيعها رقم 47 لسنة 2006 أراضي إقليم البتراء فيما يتعلق بالاستثمارات في البيع والشراء. لذلك لجأت سلطة تقليم البتراء على وجه السرعة في تعديل القانون، قانون سلطة الإقليم البتراء، حيث وفق لها في ذلك الوقت في عام 2016 على تعديل القانون فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالتأجير فقط وليس البيع. الآن هناك كانت مشكلة يعني واجهت السلطة وواجهت الأهالي فيما يتعلق بالشراكة في الاستثمار من حيث البيع. لجأت سلطة تقليم البتراء إلى عملية يعني تنظيم مشروع للقانون الجديد يكون في هناك شراكة للأشخاص الأجانب والشخصيات بالذات المعنوية وليس الطبيعية، وبنسبة 49% بالنسبة للأجانب و 51% بالنسبة للأردنيين. بس الآن هاي النقطة يعني فقط تتعلق بالشخصيات الاعتبارية اللي هي الشركات وغيرها وليس بالأشخاص. القانون أو التعديلات التي ستطرأ على القانون هي التعديلات في صالح المجتمع المحلي، وسوف تنعكس بشكل إيجابي وبشكل اجتماعي، وتتعلق بالرفاهية اللي سوف تنعكس على المجتمع المحلي في البتراء. وهذا لم يأتي من فراغ، إنما جاء من أجل المطالبة المتعددة من قبل المجتمع المحلي، سواء تتعلق بالاستثمارات أو ستتعلق بالتنمية المستدامة أو إقامة المشاريع. وهذه التعديلات إن ذكرت فإنها فقط للأردنيين والمواطن الأردني، وهنا نقول فقط للأردنيين وللمواطن الأردني، ولن يتمكن أي أجنبي أو أي جنسية أخرى من التملك أو الاستئجار في البتراء. أنا قلبا وقالبا مع قانون اللي تقدمت به سلطة إقليم البتراء للاستثمار في لواء البتراء، وهذا الحاكي أو القانون لا يمس البتراء كونها محمية أثرية، وممنوع أصلا استخدام أو استعمال أي جزء من المحمية اللي هي تقريبا حوالي 264 كيلومتر. الباقي الأراضي، لماذا يحرم ابن وادي موسى أوكي من استثمار أراضيه بغض النظر بالشراكة أو البيع؟ فأنا بقول لكل الإخوة النواب مع احترامي لهم، وبعضكم ما زار البتراء حتى هذه اللحظة، تمنيت أنه تكونوا مع هذا القانون.